ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ممكن جول، تسديدة قوية، الدفاع يتدخل والكرة لا زالت قريبة للمرمى. لا 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 لا، الحكم الروماني السيد شفيلين. نفس العالم للأندية، هنا العرضية، فابينيو، كرة تعود إلى فابينيو، بينية، يلا من تمريرة خطيرة. لا 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 لا، هارون كامارا، تمركز غير جيد يا هارون، تسديدة لم تذهب للجراب. العاشرة تبدأ من هنا يا الإيدي، هذه كرة خطيرة، المرور والتمرير لم يكن سليم. راحت في الجول، راحت في الجول، في الجول، في الجول. فأرت توقف روما أو إيقاف روما في منتصف ملعب فريق الاتحاد، عنوان كبير جدا بالنسبة للاعب ماريانو. إلى روما، روما كنترول، روما روما، الله يا رومارينيو، العارضة تصد، كرة خطيرة جدا، أخطر فرصة، أخطر كرة، أخطر ضربة، أخطر تسديدة. انظروا إلى روما، لف دار ثم سدد من بعيد، يا عليك، لأنها كانت بداياته وكانت أول ألقابه. هذه كرة النيران الصديقة تشتعل في مرمى الخلود، في مرمى الخلود، ونحن نستعيد ذكريات سانتو. الاتحاد يسجل الهدف الأول، الجول الأول. هنا شاهد كثيرين، واليوم أكيد كانوا مشغولين جدا جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد اليوم كان تركيزهم عالي على تذاكر المونديال، على تذاكر كأس العالم للأندية، لأن اليوم الدفعة الأولى إلى العمري. يا سلام على العمري خلف المدافعين، من الأسرع هذه المرة؟ مروان، كرة تعود مرة أخرى، هذه المرة أحمد بن مسعود يحاول صفرة الحكم، والكارت الأصفر الأول في المباراة لجمعنا الدوسري. الكابيتان يتحصل على لا، يترك لبا مسعود، لا، هذا فابينيو فوق الشباك الخارجية، فوق الشباك العلوية، فابينيو تضيع وفابينيو تذهب مباشرة إلى خارج عرضية الملعب، ركلة مرمى ستلعب لمصلحة نادي الخلود. هنا الكرة تبقى، محمد سعاد يلعب العرضية، هذه ممكن تكون خطيرة، حذاري من الأخطاء في المرمى، جول ماريانو فاسكويس ابن التانجو الأرجنتيني، يعدلها لفريق الخلود. الخلود كنت تحددت أن المفاجآت لم تأتي بعد، المفاجآت تأتي الآن، الخلود يعدل النتيجة. هنا محمد سعان والعرضية، خطأ قاتل الأول من الثاني، يحاول يحافظ على الكرة، وصلت إلى العمري، العمري حطها، تسديدة روما سهلة إلى الحارس جاسم، سهلة إلى الحارس العشب، انطلاقة خطيرة، أحمد ياسين، أحمد ياسين والقائم الأيسر، الله على مرتدات الخلود، أحمد ياسين المحترف العراقي في أول كورة يستلمها خلف المدافعين، هرب هنا ثم انطلق ثم سدد، والقائم الأيسر يرد. آي 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 ياسين، ياسين قوية والقائم يردها بالهجوم. الكرة تعود مرة أخرى، خطيرة هذه المرة، وصلت إلى العمري، العشبان يقول لا، وصالح العمري في أول دقيقة يهدد، والعشبان يبعد. شوف هنا اللقطة على الطائر يا ولد، وخمس دقائق تقريبا أو صوت أربع دقائق، هذه خطيرة لكن إلى خارج أرضية الملعب. رومارينيو يلعبها إلى كانتي، كانتي ينطلق، يا سلام يا سلام يا انكولو، راح هارون كامارا، راح، لا يا العشبان، لا، مرة أخرى يقف أمام الاتحاد، العشبان يقف صامدا أمام، بينما الكرة تعود من جديد، هذه المرة ممكن التسديد من آرثر، أرثر والدفاع يتجاوز، أحمد ياسين، أحمد ياسين، أحمد ياسين، عرضية، هذه خطيرة، الأرجنتيني يلعب الكرة العرضية على مستوى القائمة الثانية، خطيرة بالراس، آي 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 آي، كان فيها راية في اللقطة الماضية، مش ممكن، مش ممكن على الكرة لروبرتو دياز البرازيلي بالراس، والكرة كانت لمصلحة فريق الخلود. لحظات بينما الكرة العرضية في أول لمسة للشنقيطي،
كرة تصل طويلة هذه المرة إلى كمارا، لكن هي خطيرة. كنترول روما، روما روما مهند، لا 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 يا مهند، لا يا الشنقيطي، لا فرصة العودة، لكن الراية كانت مرفوضة إلى طلال. طلال يستلم على اليمين، الكرة هذه خطيرة لهارون كمارا، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة خطيرة جدا لمصلحة فريق الاتحاد، لمصلحة فريق صالح. صالح يجيد الدخول إلى منطقة الجزاء. روما هذه قوية لكن سلف المدافعين، هذه كرة إلى العمري، العمري عرضية بعيدة بعيدة. روما روما في مكان قريب، يعيدها إلى مهند، عرضية خطيرة بالرأس، الدفاع يتدخل، الدفاع يقاتل، والكرة من ماريانو باس. روما أمام العشبان، روما أمام جاسم، جاسم يتألق، جاسم يتعملق، جاسم يتصدر. هنا آرثر، هنا آرثر، آرثر والمعيوف ركنها في الزاوية الصعبة لعبد الله إزعالي. فابينيو يتقدم بكل هدوء، فابينيو في المرمى، فابينيو بهدوء الكبار، الليدر البرتغالي أمام المعيوف يسجل الثانية. بمسعود يستعد، بمسعود يا سلام يا سلام يا سلام يا بمسعود، والمعيوف ماريانو، والمعيوف لمسها المعيوف، لكن قوة ضربة ماريانو في الشباك. صالح العمري يستعد للضربة القادمة، صالح العمري في المرمى، في المرمى في المرمى في المرمى، حطها بشكل جميل، العمري يسجل الثاني. أحمد كسارة، أحمد كسارة، أحمد كسارة، والمعيوف، المعيوف يعيدهم من جديد، المعيوف يصنع المعروف. كانتي يتقدم، كانتي يتقدم، ركنها، حطها أرضية قوية بكل ثقة يا كانتي. مازن السويلم أمام المعيوف، آي آي آي، باليسار بقدمه اليسرى، حطها بكل هدوء. يا لروعتك يا كادش، الآن يستعيد لها النجم سعود الراشد أمام المعيوف، يسجل سعود، سعود الراشد يسجل. خمسة أمام جاسم، كمارا يتقدم، يضيعها كمارا، يضيعها كمارا، الكرة خارج المرمى، يضيعها كمارا، والفرصة لا 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 لا، المعيوف يقول لا، المعيوف يقول لا، لم تنتهي بعد يا سادة. لا تقدم الويس، الويس الويس، لا جاسم العشبان، جاسم العشبان، فرصة أخرى انطلاق، هنا التقدم، لا 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 لا، روبرتو دياز صامدون. الشنقيطي في المرمى هذه المرة، في الشباك هذه المرة، في المرمى. عبد الله الحربي يتقدم، سجل الحربي، يتقدم طلال، يا إلهي يا لروعتك يا طلال، ماذا تفعل؟ ممكن لا، هنا الشهرانين معيوف،